أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى قهوة وجرنان. التطرف في الفكر والتطرف في الدين هي أول بوادر الابتعاد عن الجماعة والابتعاد عن الاحتلال والكثير والكثير من الإرهاب ومن الأعمال الإرهابية، خاصة منها التي تجرى تحت غطاء ديني وتحت مسميات عقائدية. سببها الأول والرئيسي فكرة متطرفة. الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية تعمل عادة على هذه الجزئيات، فكرة ففكرة، فغسيل مخ، فتوريط الشباب في هذه المخططات. خير دليل على ذلك أنه الشاب الأخير الذي نفذ التفجير الإرهابي في السعودية عمره لا يتجاوز 20 سنة. التنظيمات الإرهابية اليوم تستغل مثل هذه الفئات العمرية لأنها الأكثر تأثرا، الأقل مقاومة لهذه الأفكار الهدامة، وفي ظل التكنولوجيات الرهيبة وفي ظل أيضا ازدحام المشهد الديني بكثرة الشيوخ وكثرة المفتيين. اليوم نتساءل أي دور يلعبه المسجد في الجزائر في نشر خطاب تنويري محارب للأفكار الهدامة والقاتلة والمتطرفة، وهل دائما نحمل المسجد وحده محاربة هذه الأفكار على حساب الكثير من المؤسسات من المدرسة إلى الجامعة؟ لماذا يسوق الإرهاب اليوم بغطاء الإسلام والدين رغم كل ما يحدث من قتل وترهيب وحرق وتنكيل؟ دور المرجعيات الدينية في محاربة التطرف، وهل نحن في منأى لأننا مررنا بعشرية سوداء أن الأفكار الظالمية لا تزال تتربص بنا؟ وضيفي اليوم الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة الجزائريين وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف سيد جلول حجيمي. سيد حجيمي، مرحبا بك معنا، شكرا لحضورك إلى قهوة جرنان. يا رسول، مرحبا بك. شكرا أستاذ حجيمي. الآن فيه تقريبا نقول حملة عالمية لمحاربة هذا التطرف في الدين والتطرف في الفكر اللي ينتج عنه كل ما نشاهده الآن من تنظيمات إرهابية. هل صحيح أنه أستاذ حجيمي، هذا هو السؤال الأول حتى نحط الأمر في الصورة، هل صحيح أنه التطرف الديني هو السبب الرئيسي، التطرف في الدين والتطرف في الفكر هو السبب الرئيسي لما نشاهده اليوم من داعش إلى القاعدة، أم أنه التطرف في الدين هو جزئية من الكثير من الأمور لما نشاهده اليوم من هذه الأفكار الإرهابية والتنظيمات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم هذه الدعوة الكريمة وللقناة على هذا الجهد الذي تبذله في تنوير الرأي العام والمجتمع برمته. أكيد أن موضوع التطرف هو من المواضيع التي تنال اهتمام كل المختصين بجميع مشاربهم واختلافهم في الطرح وفي التأكيد وفي التقريب وجهات النظر. ولا شك أن التطرف مهما يكون، سواء كان تطرف عن اليمين أو عن اليسار، فهو منبوذ في أي مجتمع هادئ معتدل، إلا أن في تضخيم للعملية على المستوى العالمي المقصود منها تضعيف قوة الأمة الإسلامية والتأثير عليها وعلى أبنائها، حتى يعتقد من فلذة أكبادها أن الأمة الإسلامية هي من تصنع التطرف أو هي من تؤمن بالتطرف، رغم أننا التاريخ والحقبات التاريخية الزمنية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام والحضارات الإسلامية وما وصل إلى العالم اليوم باعتراف المؤرخين من ألمان وأمريكان وغيرهم على أن الذي سطع من عند العرب من علوم كالجبر والهندسة والفيزياء والكيمياء والطب، كل هذا جاء من عند العرب ومن عند المسلمين. ولا شك أنهم يستغلون بعض القضايا السهلة الطفيفة المبنية على جهات معينة حتى يضخمونها، حتى يعتبر أن الإنسان يشك في دينه أو في مقوماته أو طيب في اعتقاده. طيب، وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا. التطرف الآن، التطرف في الفكر والتطرف في الدين يقود مباشرة لأفعال إرهابية، أفعال إجرامية؟ أكيد أن المسألة مسألة فهم. إذا أصبح هذا الشاب أو هذه الشابة أو هذا الرجل أو هذه المرأة لو قنع أن ما يقوم به هو يدخله الجنة ويقربه إلى الله عز وجل، وهو إلى كذا مع ما يوجد من كبت في عند دولنا العربية والإسلامية وتضييق في الحريات وما إلى غير ذلك، يستغل حتى يصبح الإنسان على الشاب في السعودية اللي دار التفجير عمره 20 سنة. نعم، أو أقل حتى، يعني في الآن حتى في مناطق كثيرة حتى يأتي هؤلاء من
من أوروبا، من قلب أوروبا، شباب وشابات قبل 20 سنة يجندون في جماعات بفهمهم القاصر المبني على عاطفة جياشة، عاطفة قوية نحو الإسلام، بحيث أنه يعتقد أن هذه الشهادة وأن هذه الجنة وأن هذه الآخرة، وهذا لأسباب متعددة، من بينها أسباب خفية ومنها أسباب ظاهرة. طيب من الأسباب الخفية أن الغرب بحد ذاته هو ومن يجعل هذا حتى يقمع الأنظمة الأخرى. فنعطيك مثالا، مثلا كيف مثلا في دولة أوروبية تقمع المتطرفين أو المتشددين أو ما يسمى بالإرهاب أو غيره، تقمعهم بالطائرات والصواريخ في مالي وتساعدهم بالمال وتساعدهم بالجيش وبالسلاح في الشام أو في بلاد العراق أو في بلاد سوريا. إذن فهذا الأمر في قضايا مصلحية بينة واضحة تستغلها القوة العالمية التي تريد تهيمن على العالم. طيب باتخاذ هؤلاء طيب أبنائنا وشبابنا وشاباتنا إلى الموضوع. طيب حتى ننتقل فقط للجزائر، لو ندير إسقاط ما يحدث الآن حول العالم، كثير من هذه الأفكار بدأت تظهر بصورة أو بأخرى، ظهر تنظيم داعش، ظهر تنظيمات إرهابية، لو ندير إسقاط على الجزائر أستاذ حجيمي، في فترة ما ربما الكل يعرفها في 88 ولا في 89 كنا نسمع الكثير من هذه العبارات اللي متعلقة بالدين وتربط الدين بالسياسة، كان فيه ربما فوضى في مثل هذه الأمور. الآن في 2015 أستاذ حجيمي، إلى أي مدى ممكن نقول أنه في الجزائر فيه تطرف، ما فيش تطرف في هذه الأفكار الظلامية، ما فيش، الشباب الآن واعي، خطاب المساجد اليوم لما نقيس الوضع الحقيقي في الجزائر أستاذ حجيمي؟ لو كل الناس تتفق على أنه ما حدث في الجزائر يعني من مآسي ومهازل ومنكرات وبسبب الغلو أو بسبب التطرف، لا أحد يرفضه، حتى هم، حتى من شارك في هذا العمل، سواء بالعمل الفكري أو بالعمل السياسي أو بالتحريض أو بالقيادة وما إلى ذلك. وفي تراجع ضمني وكلي وجزئي إلى بعض الجهات على أن ما وقع هو من الأخطاء الشانعة، ويحتاج إلى توضيح، إلى هذا، إلى فهم الآيات والنصوص كقوله تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل هذا كفر؟ فالأصل في هذا الكفر أنه كفر نعمة، ليس كفر ضرورية. ما وقع أستاذ حجيمي في الجزائر في العشرية السوداء كان سببه تطرف الدين؟ الآن لأنه الآن في التحليلات كل واحد وش يقول، كان يقول لك السبب الأزمة كانت سياسية، بعض يقول لك لا، الأزمة كانت في الحقيقة أنه جزائريين ما كانوش يعرفوا دينهم مليح، ولا يخلوش الشاب في عمر 6 سنين يخطب فيهم. حدثت كثير من الأمور للآن ربما الجزائر اللي توعى، نتكلم لك على الجزائر الآن عنده وعي، يقول لك أنه السبب كان ربما هذا المنطلق، هو تطرف في الفكر، تطرف في الدين. في رأيك أستاذ حجيمي؟ هو أكيد سيد الكريم لابد أن نحتاج إلى توضيح لكل النقاط المتعلقة بالتطرف. فالتطرف له أسباب مختلفة، من بينها الأسباب المتعلقة بفهم الدين، والأسباب الأخرى هي المتعلقة بالمأزق السياسي اللي هو مأزق انتخابي، كأنك تشعر شعرة جماعة معينة أنهم أخذوا حقهم بالقوة، فكان رد قد يكون فعلي وقد غير فعلي. هذا الذي وقع في قضايا سياسية كانت موجودة، في قضايا حتى نفسية واجتماعية كان فيه كبت، الناس كان في عملية كبت لمدة معينة 30-40 سنة، بعدين فتحنا الأبواب على مصارعيه وقلنا عملوا أحزاب سياسية، فأصبح كل الناس سياسيين، الفلاح سياسي والصنع سياسي والمشتري سياسي والمثقف سياسي والغير مثقف سياسي، وأصبحنا كلنا نمارس سياسة بدون أدوات لممارسة العمل السياسي، وكان بعيد عن العمل النقابي باش نكون عندنا أطر. طيب فالقضايا الدينية اسمح لي أخذ فاصل فقط. نعم. ثم نعود لهذا النقطة، مشاهدينا بقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل. عودة مجددا مشاهدينا، نذكر بعنوان حلقتنا اليوم التطرف الديني ومحاربته وأي دور للمساجد في الجزائر. أستاذ حجيمي، أنا أقصد لما تكلمت لك على فترة العشرية السوداء، لما نقارنوا ولا نقيسوا الوعي الجزائري بالدين، الدين الحقيقي في فترة العشرية، في فترة 88-87 اللي صارت في هذه العشرية، والآن في 2015، الوعي الديني الجزائري تحسن أنا على ما أعتقد. أكيد الآن بعد ما أصاب الجزائر من ويلات ومنكرات وهزات وقتل ودماء وكل هذا، أصبح وكان الأئمة، هذا التاريخ كان الأئمة دور كبير ووجيه في هذه المسألة، سواء من بداية الأزمة مع اختلافها إلى الأزمة إلى نهايتها والحمد لله رب العالمين، على أننا لابد من توضيح وما يتعلق بقتل المسلم للمسلم والتعدي على المسلم
وظلم المسلم وكل ما يفعل بالمسلم. فأصبح الآن فيه وعي عام على أننا هذه قضايا من القضايا الخطوط الحمراء التي مرت على الشعب الجزائري لا يمكن الرجوع إليها مرة ثانية. وما كان يروج على بعض النصوص من القرآن ومن السنة المتعلقة بالجهاد وبالتعدي هي النصوص تعتمد على أوجه عدة أو عدة قضايا، ليس بالدرجة الأولى أن يكون هذا. ومن هنا جاء دور الأئمة والمساجد والعلماء والخطباء والدعاة حتى بعض. طيب اليوم لما نجون حرب مثل هذا التطرف السيد حجيمي، لما نجون حرب ونقول اليوم أنه لازم نكون دائما متحصنين ضد هذا الأفكار الإرهابية والتضليلية، نقول أنه خلاص المهم أنه الشعب الجزائري مر بعشرية سوداء معناتها ما نديروش مجهود، أم أنه لا ما زال هناك أيضا مجهود مطلوب خاصة من الأئمة؟ لا، لابد المجهود والعمل سيظل دائما مستمر من توعية ومن تبيان الناس ومن تبصيرتهم ومن العيش معهم في نفق واحد حتى يكون قريب للشباب وللكبار وللصغار وللخطاب، ويكون هذا الخطاب مدلل. ولزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، وتبيان هذه النصوص أنه لا يجوز التعدي على المسلم لا باللفظ ولا بالجسد ولا بغير ذلك، بل لا يجوز التعدي على غير المسلمين حتى الذميين إلا إذا تعدوا على كرامتنا وعلى اغتصاب أراضينا وعلى مجتمعاتنا، فهذا موضوع آخر. لكن لماذا أستاذ حجيمي كل ما نشاهد اليوم من تقتيل ومن تنكيل ومن يتم تسويقه باسم الدين؟ معناته يعني إذا كان هذا المفارقة الكبيرة أنه الدين يقول يعني عند الله أهون أنه تريب كعبه ميموت مسلم، لماذا الآن استطاعت مثل هذه الجماعات داعش وما شابه استطاعت أن تروج على الأقل هناك هذه الأشياء نسبية، لكن استطاعت أن تروج بعض خطاباتها باسم الدين، وفي حتى الآن بعض الشباب ربما يتعاطفوا حتى مع داعش. هو الحديث عن موضوع مثلا هذا الذي يحدث في العراق أو في سوريا لا تستطيع أن تقارنهم الآن مقارنة تامة بالجزائر. لا أنا لا أقارن، أنا أقصد اسمح لي أستاذ حجيمي، أقصد إذا كان الدين واضح بهذا الطريقة اللي تتكلم فيها أنت الآن ويكون كاين إجماع، لماذا هذه الجماعات الإرهابية الآن راهي تسوق بخطابها باسم الدين؟ وهذا الذي أريد أقول لك، يعني تنوع وجود طوائف متعددة في العراق من حتى غير مسلمين وغيرهم، وجود طرف آخر هو عدوان أمريكي على الأراضي العراقية، وجود تواجد قوات أجنبية، هذا وضع آخر غير وضعنا. نحن في إحنا مجتمع مسلم سني متماسك، وحدث له مفاهيم معينة في قضية سياسية، تجاذبات سياسية، وين خرجت أن الناس تخرج عن الحاكم أو لا تخرج عن الحاكم لقتاله أو لغير قتاله. هذا في الفترة كانت كثير من المصطلحات كانوا يقولوا على حاكم الطاغوت، صح؟ نعم، هذا الطاغوت، وكانوا يقولوا الجهاد، معناته هذاك التفكير اللي كان سائد. نعم، هذا الوضع هو الذي جعل في الختام أن من كان يدعو إلى هذا الأمر تراجع تراجعا كليا، على أن ما وقع أو ما حدث إنما كانت أخطاء فادحة بتقتيل المسلمين وبنية تحتية وأرواح وإلى غير ذلك. فهذا الوضع الذي ساعدنا جميعا، أنا أقصد حتى ولو كان الأخطاء ربما في أزمتنا، حتى ولو كانت الأخطاء سياسية، لكن القاتل البيئة المناسبة لأن نعم الناس ما عندهاش الوعي الكامل للدين. نعم، أنا اليوم سؤالي في سؤالي هذا وسؤالي حاجمي اليوم أستاذ حاجمي، في الجزائر أصبح عندنا وعي للدين حقيقة أم أنه لا مرينا بأزمة مازلنا خايفين من الأزمة؟ لأنه فرق إنسان متخوف من فعلا عشرية سوداء فعلا لكن ما عندوش الوعي الكامل فعلا بالدين، لا ولا إنسان لا اليوم عنده لا وعي بالدين. لا الآن فيه الاستماع إلى الطرف الآخر حتى من طرف الدعاة الأئمة، حتى ما يسمى يقول هذا خطاب السلطة أو خطاب أئمة السلطة، لا أصبح الآن في تجانس في تقارب. يبقى التطرف موجود لكن قلته أو وجوده ضئيل جدا أو الترويج له ضئيل جدا، ولهذا يستخدمون أساليب عديدة في الترويج لأفكارهم، وحتى ربما عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الإنترنت وتويتر وغيرها إلى غير ذلك. لكن الخطاب العام على أن الآن المساجد أصبحت هادئة وأصبحت تقدم يعني ما يمكن تقديمه، وهذا لا يعني أننا نحن في فوق المستوى، وإنما الآن أصبح في المجتمع الجزائري في حاجة على أن ما وقع من تقتيل فهذا شيء مرفوض في المجتمع طيب الجزائري. هناك سؤال أيضا، وأصبح التخوف من الأزمة هو يشارك في الهدوء الذي تقع الآن في الجزائر. طيب سيد حجيمي يقول لي بصراحة، لما يقول وزير شؤون دينية يقول الكثير من التصريحات، يقول مثلا أنه اليوم في الجرائد يقول أنه نديره، احنا حابين نحثوا الأئمة أنه يديروا خطاب
لحل يعني لعدم التبذير في شهر رمضان، وقال أيضا الأئمة مطالبين أنه ينشروا هذا الفكر التنويري الاعتدالي. لكن فيه فئة أيضا من الجزائريين تقول لك كيفاش الأئمة يبحثوا لهم الخطابات في الورق. كثير من الجزائريين ما يحبوش هذه الفكرة بصراحة. أستاذ حجيمي يقول لك أنه إيه الإمام بحثوا له الخطبة، يعني يحب الإمام هو بنفسه اللي يحط الخطبة. كيفاش تتعاملوا مع هذه العقلية؟ أنا كخطيب أخطب أكثر من 20 سنة ما خطبت بورقة أبدا، هذا كلام غير صحيح. لا أقصد بورقة، أقصد أنه وزارة الشؤون الدينية هي اللي تقول المواضيع. هو المسألة أكيد لابد أن يفهم المجتمع بأن وزارة تعتبر موجه، لأن عندها كوادر وعندها طاقات توجه في القضايا المعينة. يتقبل الآن الجزائري يتقبل هذه الأفكار، يتقبل أنه مثلا الوزارة تدير مخطط أنه ما يكونش هناك تبذير، والإمام لازم عليه يمشي في هذا المخطط ويدير الخطاب، يتقبل المواطن. أنت لما تكون إمام ويجيك أنك لابد تتكلم عن التبذير، التبذير ما هو إلى قول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير عنده علاقة بالإسراف وبالاقتصاد وبغيرها، فهذه توجيهات ربانية قرآنية. لكن الجزائري حب الخطاب الحماسي. نعم. الجزائري حب حتى نحن نمارس الخطاب الحماسي. كانت مواقفنا في عدة قضايا، في قضايا الأسرة، في قضايا الخمر، لكن بأسلوب تربوي حكيم. الحماس الذي يؤدي إلى النفع وإلى توحيد المجتمع وإلى الخطاب على قضايا من المنكرات، فهذا لا يضر الخطاب الديني أبدا، بالعكس هذا يعني ينفعه. والوزارة لما تتكلم على أن نتكلم على التبذير، نحن نتكلم على التبذير. لو الوزارة تقول تحدثوا على أننا لا تتحدث عن الخمر، فهنا نتكلم. فما في شيء، يعني هذه قضايا الحاكم لما يرشد الناس إلى ما ينفع الأمة ليس فيه عيبا. ممكن كل واحد يستخلص أو يجد طريقة كيف يتعامل مع التبذير. تعرف أن لا أحدا يخضع على أن في رمضان نبذر بسبب أو بأسباب، لكن التبذير هو طوال السنة. فأنا أتحدث عن التبذير في الأعراس، نتحدث عن التبذير في المنتديات، في المؤتمرات، في المحافل الدولية، في المحافل الرياضية، في الأعراس، في رمضان، في غير رمضان. فعندما نتحدث عن التبذير نتحدث عن التبذير برمته. طيب. فلما تأتي هذه المناسبة التي يمكن منها ترشيد الاقتصاد والمحافظة على الاقتصاد وجزء من ديننا، الإسراف ممنوع في الشريعة الإسلامية. طيب أستاذ، لما كانت الشريعة تنهى عن الإسراف نحن نتحدث عن هذا، لأن الوزارة لم تأتي بشيء مخالفا للتوجه العام للشريعة الإسلامية. طيب أستاذ حجيم، من أخذ فاصل أذكر دائما بعنوان حلقتنا التطرف ومحاربته وأي دور للمسجد في الجزائر. أستاذ حجيم، تقريبا عندنا 22 ألف مسجد، 6 ألف مسجد في طور الإنجاز، يعني كل 1500 جزائري عندهم مسجد. هناك الآن اختلاف أستاذ حجيم، هناك من يقول أنه لازم نمشي أنه ننظموا هذه المساجد، ننظموها في الخطاب وننظموها في مثل هذه الأمور. هناك من يرفض مثل هذه المبادرات، يقول لك لا، خلي الإمام هو اللي يأخذ المبادرة، خلي حتى تكون هناك يعني الجهد الإمام الشخصي وجهد الفكري للإمام. في رأيك أي أمر يساعدنا في مثل هذه الأمور لما نقول نحاربوا التطرف، نحاربوا العادات السيئة في المجتمع؟ التجارب التي مرت بها الجزائر فيما يتعلق بكل ما تسير المساجد والخطاب الديني يدعو على أن الأئمة هم مركز ثقة في المجتمع. الحمد لله. وخطابهم يعني خطاب هادئ وموفق إلى حد ما. هذا لا يعني أنه ما عندناش نقائص في الخطاب أبدا، لكن احنا نعترف بهذه الأشياء. لكن المسألة المتعلقة بأنه إذا كانت الوزارة كهيئة توجيهية إرشادية تتعاون وتتضافر جهودها مع الخطباء والأئمة، فهذا أفضل. وإحنا باعتبارنا أن شريك اجتماعي فعال وقوي ومتواجد بكثرة في الميدان، دائما نريد أن نكون أقرب إلى التعاون حتى نجد صيغة فيها تعاون بين الأطراف كلها. والمجتمع والمصلين لما يكونوا يسمعوا هذا الخطاب وثقة الإمام ومستواه يكون فيه الحمد لله. كان سيد حجيمي بصراحة كان إمام يرفضوا هذا التعاون، كان إما يحبوا يكون عندهم الاستقلالية التامة، معناتها يرفض يكون تابع طريقة أو بأخرى لوزارة شؤون دينية ويتلقى منها التعليمات ويتلقى منها التوجيهات ويتلقى منها الخطب. هناك إما يقول لك أنا نصلي بالمصلين، نعرف الأمور جيدا، أنا ندير الخطبة على اعتقادي وعلى حسب المكان اللي راني فيه. فيه مثل هذه الأمور. لكن هذا الإمام لما يقول كلام وبعدين تبدأ في سين وجيم يحتاج إلى من يساعده ويصوبه ويقف معه. وفي هنا ندخل في سين وجيم في قضايا كثيرة. لماذا لا نتعاون في قضايا نتفق عليها، نعمل فيما اتفقنا فيه؟
فيه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. إذا اختلفنا في مسألة في المئة ليست مشكلة، لكن احنا نتعاون على قضايا تنفع الرأي العام، فإن لابد أن وزارتنا هذه تكون وزارتنا نحن، تنفع المجتمع وتخدم الدين بشكل حقيقي، لا لفلان ولا لعلان. طيب وفي المسائل الأخيرة اسمح لي السيد، هذا الأهم في المسائل الأخيرة اللي ربما عملت ضجة كثيرة، والضجة كانت من المجتمع بطريقة أو بأخرى، ما كانتش من المساجد، مثل التنورة القصيرة، مثل الخمر، مثل قانون الأسرة، معناها الأمور اللي حبت تضرب الدين وتضرب أيضا العمق الجزائري، تراكمات الكثيرة للجزائر من قيم، من مبادئ، من أخلاق. التنسيقية الأئمة ولا ما كانش عندها موقف واضح صريح، كانت الأمور يعني حسب الإمام في منطقة يتكلم وإمام آخر يتكلم. لا بالعكس، أنا أعتقد ما أعرفش كيف وضعكم الإعلامي، لكن نحن الأوائل السباقين الذين تحدثنا إلى هذه القضايا بدقة وبمسؤولية، لم نشتم مسؤولا بذاته ولا تحدثنا على حكومة برمتها، إنما تحدثنا على القضية كقضية، وقلنا مثلا في قضية تعنيف المرأة هذا شيء مخالف لظاهر الشريعة، قلنا في مسألة الخمر هذا أمر لا يقبله المجتمع ولا يحبه الله ولا يرضى رسوله، والله تبارك وتعالى لا يبارك في أمة تفعل هذا بالخمر في مجتمعها، وأن الخمر أم الخبائث. وكان هذا حتى أنا خطابي في الجمعة ربما ومتلفز، لا أدري هل تتابعونه أم لا، الخطاب كانت على الموضوع، لكن نحن كنا عن الحاجة القوية أن كان الخطاب قوي جدا، بعيد عن التعنيف وعن الإساءة إلى أي شخص، وهذا هو أسلوب القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة التي أحسن. إذا مواقفنا مسجلة للتاريخ أمام الله عز وجل، ومسجلة أمام الهيئات الرسمية. طيب بدون أي تحفظ. طيب أستاذ حجيم، حتى نعود لمسألة التطرف. المسألة التطرف دائما يظهر المسجد في الصورة الأولى، المسجد هو الوحيد المخول لمحاربة التطرف في الجزائر، من هناك مؤسسات أخرى؟ لا، هو كل المجتمع مخول أنه يحارب التطرف، لكن المسجد باعتباره أنه القلب النابض في الأمة المتعلق بدينها وبروحها وبأخلاقها، وتساهم كل الهيئات من مدرسة ومنظومة تربوية والجامعة والإعلام والسلطات الإدارية والأمنية والقضائية، كل هذا يساهم في هذا الأمر، لأننا التطرف ليست مسألة شخص بحد ذاته أو جامعة بحد ذاته، وإن المجتمع قضية أمة، كل من يتعامل مع الأمة مع أفراد الأمة باستطاعته أن يكون سببا إيجابيا في اتخاذ التدابير التي تبتعد عن الغلو وعن طيب التطرف وعن في هذا الموضوع أستاذ حجيم، إحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، إحنا نعرف الجزائريين يقبلون كثيرا أيضا على المساجد، يتبعوا الحلقات الدراسية، يتبعوا الخطب، يتبعوا الدروس في المساجد، في الآن برنامج خاص أستاذ حجيم بالأئمة، دروس خاصة مثلا تخص في الأكتواليتي يعني الحالية، الوضع الحالي للجزائر والأمور ربما مثل التبذير، مثل ربما التطرف، أم أنه ما فيش برنامج مدروس؟ لا في الحقيقة هو دائما يكثف العمل في رمضان. نحن الحمد لله في المساجد أغلبها فيها مساجد ربما فيها شرش، لكن أغلبها فيها ولو 3-4 دروس في الأسبوع، في دروس الجمعة يحضره الناس، خطبة الجمعة الحمد لله الحمد، في رمضان التراويح المساجد تمتلئ، وطرحت عندنا أزمة، احنا ممكن المصلين يصلوا في الطريق، المسجد لا يتسع، نحن في وسط العاصمة لا يتسع، مازالت المساجد لا تتسع، لا يعني المسجد لا تكفي. فهذا الوضع نحن دائما نريد، كما أن حق العبادة مكفول في القانون، كما أنت عندك حق تروح للسينما وعندك حق تروح للملعب الرياضي ولا بد تدخل للاستاد وتفرج، كذلك أنت من حقك تدخل المسجد وتصلي في أريحية، وهذا من حقك. فإذا رأى المجتمع أنه في تضييق ولو شكلي، ما فيش تلك الفسحة الكاملة، لماذا لا تفتح مثلا يعني الملاعب للتراويح إذا ما كان شيك في رمضان في المساجد، لأن يعني في مساجد تمتلئ، نحن يعني في العاصمة نختنق، يعني بعض تطرم وازدحام، ليس ملاعب فقط، كل ما يمكن تسييره للتعبد في رمضان يكون. في هذا الوضع أننا نفتح على أننا يظهر جانب السلطة أو الحكومة ترعى كل مسلم يتعبد الله عز وجل على حقيقة، فكل تضييق هذا نوع من أنواع التطرف. لما نقول التطرف اليميني نقول التطرف اليساري، لما يكون تطرف بأي لغة يسارية أو بأي لغة غير منطقية لا تحب الدين وتشوش على المتدينين، فهذا تطرف من جانب السلطة. نعم، هذا نوع من الإثارات التي لا تنفعنا كمجتمع. نحن الأئمة الآن ندعو الناس جميعا، عندما أنت تخاطب الناس المسجد تخاطبهم كمسلمين جميعا، ليس هذا في حركة وذاك في جماعة وذاك في حزب، هؤلاء جميعا إنما المسلمين إخوة. فهذا
الخطاب يمكن كما يكون في المسجد يكون في خارج المسجد حتى يكون فيه تصدي لكل عملية تطرف بمستوى عالي. طيب مفيش تخصص سيد حجيمي لأئمة رمضان ولا الأئمة اللي راح يصلوا التراويح؟ لا الحمد لله احنا غالبا في الجزائر نملك من الحفظة من كتاب الله عز وجل، يعني ما يجعلنا أنهم حتى أحيانا نستعين بحفظة من باب التشجيع سواء كطلاب أو غير طلاب. مكانش رقم معين حفظة كتاب الله في الجزائر؟ لا موجودين، ليس عندنا رقم معين الحمد لله، حتى في العاصمة يعني في عواصم الآن شباب أطفال يحفظون القرآن الكريم الحمد لله. أما المدارسنا حتى في أبناء العاصمة الحمد لله يشتغل يحفظون ويجتهدون، وأسر راقية ومحافظة متدينة ومعتدلة ليس فيها تطرف ولا تخلف ولا تزلف ولا أي شيء من هذا. أهم شيء أننا إذا كانت التطرف له ظاهرة يعني سطحية تكبر وتضخم على مستوى الإعلام سواء الإعلام الخارجي أو الإعلام الداخلي، وبهذا احنا نكون أننا هذا عندنا غول نخاف منه، لابد أننا نعالج هذه القضايا معالجة حقيقية. وأهم شيء في التطرف الأخير ذو أبنائنا يعني أهم شيء في التطرف في هذا أننا ما هي الأسباب التي عملناها حتى كوزارة شؤون دينية أو كوزارة أخرى لنقلل من التطرف. ثانيا أننا لماذا لم نبحث على أسباب التطرف؟ لماذا إذا كان الواحد يعني في حالات من الفساد والإفساد يعني كانوا شيء مباح، فإذا ذهبنا إلى شيء من الحلال في تضييق. فخذ أي موضوع، هذا عنده صديقة عنده عشيقة عنده أي شيء، لا أحد يحدثك إلا همسا أو قليلا، أما إذا أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة فأنها تقام الدنيا ولا تقعد. فالظاهر أنه في تضييق على الحلال، زوجة حلال يعني نعم نعم، لكن في تضييق هذا يفهموا أنه حجيمي ضد تعدد الزوجة. لا 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 لا، لكن لماذا أننا عندما نأتي إلى الحلال، يعني أنا مرة كتبت تعدد الخليلات تعدد الحليلات أو لم تعدد الخليلات، فالمجتمع كأنه يجيز الإباحية والإفساد، أما إذا مسرنا إلى شيء يحفظ كرامة هذه المرأة ويجعلها من أولاد وأسرة كأنه في تضييق. فهذا حتى هذا وقيس على كل القضايا المتعلقة بالتدين، لابد من علاج الظاهرة علاجا حقيقيا. طيب حتى لا نكون أننا نحن من ينتج الإرهاب بأساليب غير صحيحة. طيب أستاذ حجيمي، كانت مسألة التبرعات عملت بعض من ردود أفعال كثيرة، وكان هنا تقرير حتى دولي قالوا أنه التبرعات في الجزائر، وتكلموا على مسألة التبرعات في الجزائر لبناء المساجد أنه هو وصل الأمر، لأنه الداخلية قالوا أنه ما منعتش التراخيص في الحقيقة. والله الحقيقة احنا حاولنا ان نتتبع هذا الموضوع من حيث التصريحات، فأحد يقول منعنا والآخر يقول لم نمنع. أول شيء بالنسبة إلينا مع احترامنا إلى السيد معالي وزير الداخلية والوزارة برمتها، وهي تعرف ما تعمل ولها الحق أن تراقب وأن تتابع وأن تنظم، ولا من عملها. لكن الشيء الغير الطبيعي أنها لا تتجاوز وزارة دستورية تسمى وزارة شؤون دينية والأوقاف. فوزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي المسؤولة عن المساجد وعن تسييرها، في قضايا مشتركة بين الوزارتين لابد تتم في هدوء وفي تفاهم وفي تعقل لإيجاد حل حقيقي. أنا أعطيك مثال، الدولة ولله الحمد تقوم وتعطي حتى هبات إلى خارج الجزائر، وأنت تعرف وأنا نعرف العالم كله يعرف، لكن لماذا الدولة لا تقوم ببناء المسجد من أوله إلى آخره؟ لماذا نحن دائما نشحت على المصلين ونبدأ أفتح المحسنين حتى عندنا مساجد 20 سنة 30 سنة ما انتهت؟ الدولة تبني الثكنة والمدرسة والجامعة والملعب والمسبح ولا تبني المسجد برمته بأي حق؟ المسجد حق من حقوق المجتمع أن تبنيه والدولة تهتم به وأن ترعاه وأن تسيره وأن تنظفه، لكن لماذا؟ إذن إما طيب التبرعات متوقفة الآن أستاذ حجيمي؟ يعني شكليا هذا ربما في انتظار ما نعرفه، في انتظار خروج قانون متعلق بهذه المسألة. لكن الذي نقوله إما نحن كهيئة نستشار في هذه المسائل حتى نعطي تقريب وجهات النظر حتى تتخذ وزارة الداخلية قرار صحيح. شكرا جزيلا. يعني أهم شيء في الموضوع سيدي الكريم، نعطيك مثال سامحني يمكن نص دقيقة، عندما أنك مثلا أنت مقبل على رمضان، نحن كنا هذا الكلام ظهر في نهاية رجب وشعبان ونحن مقبلين على رمضان، المسجد الآن في انتظار التهوئة،
المكيفات، دورة المياه، الفراس، الطلاء، كذا كذا. بعض البلديات أو أغلبها لا تستطيع أن تفعل ذلك. هي الآن في الفترة تحتاج التبرعات. في هذا الوضع أقول لك أنت لا تتبرع، أنا خلاص نوقف التبرع، ماذا نفعل؟ الدولة لا تستطيع فعل شيء أو أمام شيء، فيقعون أمام مشكلة أن المواطن يشعر بأن إدارته، وزارته، دولته ضد قضية تسمى المسجد أو الدين، وهذا مما لا نحبه ولا نحبذه. شكرا جزيلا لك أستاذ حجيمي. هذه الأمة ترعى هذا الدين. شكرا جزيلا. إذا نرى مثل هذه الأمور فهذا شيء كأننا يضر بنا جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ حجيمي. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قهوة جورنال. شكرا موصول لكل متابعينا. قناعة منا إن شاء الله اليوم أفضل من الأمس، والغد أفضل إن شاء الله في الجزائر. دائما ادعوا ربي على رددنا. محمد عثمان يحييكم. السلام عليكم. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.